الحياة في قسم الحريم على رأس المواضيع التي فهمت بشكل خاطئ، وبالتالي عكست هذا الشكل أيضا. من قرأ المؤلفات التي تتناول المرأة كموضوع للقيل والقال في قسم الحريم، يجب عليه أيضا تعلم الهوية الحقيقية للحريم العثماني الذي يعتبر في الأصل مدرسة للفضيلة والخلق الطيب. القسم الداخلي المطل على الفناء الداخلي تعيش فيه النساء الحياة اليومية بكل راحة دون أن يلتقين الرجال في البيوت أو القصور القديمة المسماة حريماً. ألا تعني كلمة الحرم أو الحريم باللغة التركية المكان أو الشيء المقدس والمحمي؟ في الثقافة التركية الإسلامية ينفصل القسم الذي يعيش فيه الرجال والذي يتم فيه إجراء الأمور الإدارية والمسمى بالسلملك عن الحريم، أي القسم الذي تعيش فيه العائلة سواء كانت في البيوت أو في القصور. الحريم العثماني الذي تزين مدخل كل غرفة فيه وأيضاً جدرانه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة، تمت رواية حكايته من قبل الغربيين بأنه مزين بالتخيلات غير الواقعية. رغم كل ذلك، احتفظ الحريم العثماني دائماً بأصالته ولم يذكر كوصمة عار للحياة الأسرية التي تعتبر مهد الخلق الإسلامي التركي. الحريم مكان يتشكل فيه البناء الذاتي للجنس الاجتماعي، والهدف في تنظيم الأماكن ونتيجتها. مفهوم الحريم عند الغرب عبارة عن فانتازيا، لأن الغربيون لم يدخلوا الحريم أبدا، وهم يتحدثون عنه بحماسة ومبالغة كبيرة. لقد ألفت تخيلات وسيناريوهات جنسية وأشياء من هذا القبيل بهذه الطريقة، بينما الحقيقة تكذب ذلك كله.